وكان زمان كان يا مكان، في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، اتنين صحاب كانوا بيشتغلوا مع بعض في بيع الزيت. يجيبوا الزيت وعلى ظهر الحمار يحملوه ويلفوا بالحمار في كل مكان، ويوم ورا يوم وهم على ده الحال. وفي يوم من الأيام مات الحمار، وطبعا زعلوا عليه جدا. بس فجأة واحد منهم قال: كفاية حزن وبكى، أنا جاتلي فكرة مدهشة، ولو طوعتني ونفذناها هنكسب كتير من وراها. كل اللي علينا ندفن الحمار ونبني عليه ضريح، وبين الناس ننشر ونزيع إن ده مزار لواحد من الصالحين، ونعيد ونزيد ونحكي حكايات وحكايات عن معجزاته وكراماته، فتيجي الناس للضريح علشان تنول بركاته ويقدموا العطايا والهدايا. فكرة بسيطة وذكية ومكسبها مضمون 100%. فرح صاحبه جدا بالفكرة، ومفيش دقايق وقاموا الاتنين وينفذوا الخدعة. دفنوا الحمار وبنوا عليه الضريح، وشاعوا بين الناس بالكذب قصص وحكايات عن ظهور كرامات لولي من أولياء الله الصالحين مدفون تحت الضريح. وبسرعة اتوافد على الضريح زوار من كل مكان، واعتادت الناس على زيارة الضريح ويقدموا التبرعات والهدايا، ده غير الأموال والعطايا اللي كانوا بيدوها للراجلين. وتمر الأيام والشهور والسنين، وتزيد الأموال والعطايا والهدايا، ويزيد معاها الطمع. واحد من الراجلين طمع، حب يبعد صاحبه ويتخلص منه وياخد المكاسب والغنايم له لوحده. فكر في حيلة وراح لصاحبه علشان ينفذها. راح وقال له: مش انا شفت رؤية في منامي، شفت فيها سيدنا ومولانا الصالح الزاهد، وكان حزين وزعلان منك جدا. رد وقال له: زعلان؟ سيدنا ومولانا زعلان مني انا؟ وزعلان ليه؟ قال له: معرفش زعلان ليه، بس هو أمرني أطلب منك تغادر الضريح فورا، وإلا هيحل عليك غضبه. فسأله صاحبه: ومين بقى سيدنا ومولانا الصالح الزاهد اللي شفته في منامك؟ رد عليه وقال له: سيدنا مولانا الصالح المدفون تحت الضريح ده. يضحك صاحبه ويقول له: يا راجل قول كلام غير ده، انت ناسي ولا ايه؟ ما احنا دفنينه سوا. ودي كانت قصة مثل على الماشي. استنونا في قصة جديدة من قصص الامثال بالعامية على قناتنا حواديت زمان.